السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى اموركم كلها تكون بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو، قبل ما نبداو نصليو على نبينا كالعاده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عليه الصلاة والسلام. يا صباح الفل عليكم، يا رب تكونوا كلكم بخير وبسلام وبصحة جيدة يا رب. مهم، ما صراحة ما لقياش الهضره اللي نقول. اختكم متاثره اليوم، صافي غادي نودعوا اكادير، غادي نودعوا الدار. فصراحة الهضرة كتهرب مني بحال هاد اللحظات هادو، فقط الدموع هي اللي كتحضر. يعني اسمحوا لي، بتبقى هي دي اللحظة، هو مش الوداع، هو بتبقى فترة قعدناها، يعني هي بتبقى اللحظات دي طبيعة الحال. الواحد مش عارف يتكلم، مش عارف يقول ايه. ان شاء الله لنا عودة حميدة ان شاء الله، اذا ربنا اراد. ويعني احنا جينا وقعدنا ولكن الوداع صعب او كده، يعني العائلة والدار والجو وكل حاجة يعني. ومعلش يعني اسمحوا لنا بقى في الفيديو دوت، مفيش الهدرة بالزاف، ولكن هنجيب لكم بعض المقتطفات واللقطات و المهم الحاجة اللي درناها غادي نشاركوها معاهم. ايه، هنروح نسلم على خالة إلهام، ومن بعد نسلم على خالها والكلام دوت وبس. الصراحة اللقاء كيكون حلو، والفراق او الوداع كيكون مر. قلت لكم هذه اللحظات الأخيرة في أكادير، ولكن ماشي اللحظات الأخيرة في المغرب، لحقاش حنا دابا غادي نمشيو لكازا، مازال عندنا واحد يومين في المغرب عاد غيكون عندنا الفول. مهم كيف ما كان الحال، كنحس براسي صافي، راني غادة وبس. وانتظروا بقى ما في داخل الفيديو. مهم خليكم معنا، ما تشيو فيه. اوكي، مهم انا دابا غادي نمشي عند خالتي نسلم عليها، ساكنه غير حدانا انا واحمد طبعا. مهم غادي نمشي نسلم عليها وانتم معنا. صراحة المجيء واللقاء كيكون زوين، ولكن الفراق كيكون صعيب. احمد فين غادي؟ هنروح نسلم على خالتك. المهم احنا غاديين وما تمشيو فين، ان شاء الله نشاركوا معكم هذا النهار. هذا صراحة الكلام تقاضى. المهم مشينا سلمنا عليها، ما صورت لكمش اللقطات. احمد عزيزش عليك الوداع؟ عادي انا نسلم عادي، ولكن التأثر اللي انت تأثرت بيه وبكيتي وبتاع والكلام دوت، بحاول اكتمه جوايا لحد ما اكون بوحدي بصراحة. الرجال ماشي بحال العيال. اكيد لا. المهم دابا مشينا سلمنا على خالتي كيف ما شفتوا معانا، ومن بعد غنمشيو عند خالي. المهم خليكم معنا، هادشي اللي غادي نديرو هاد النهار غادي نشاركوه معكم. الصراحة سمحوا لي بزاف اختكم من خاطر اليوم والو ما كاينش. يلا ما عنديش حاجة ولا والله بصراحة، يعني حتى أحمد متأثر، خاصة ملي كيشوفني بحال هكا كيكون مأثر ياك. يلا بينا، يلا عشان نلحق نروح عند حبيبك. أحمد اللي مولف كيهضر كيضحك، دابا تقضاو ليه ياك. يلا هي دي سنة الحياة، وإن شاء الله عودة حميدة إن شاء الله في وقت قريب. يلا خليكم معنا، كيف ما كتشوفوا راه جينا عند خالي. أنتم إلا عقلتوا على هاد البلاصة، ديجا درنا فيديو هنايا. مطعم عمر الخيام. هذا الدور، ولكن ومازال ما خرجناش من أكادير، تعطلنا. صافي نرجعوا للدار، نشدوا الطريق. المهم لكم معنا متشوفين. صافي كيف ما كتشوفوا دابا هبطنا لي باليز، وصافي ودعت الحيوط، ودعت الدار، ودابا نازلين غادي نشدوا الطريق لكازا. كيف ما قلت لكم سميتو غادي نمشيو عند خويا، ندوز عند واحد يومين، من بعد عاد عندي الفول لمصر. مهم خليكم معنا متشوفين، ان شاء الله هذا الفيديو ما يكونش ثقيل على قلوبكم. الا ما كانتش الابتسامه، واخا راني كنحاول انني ندير الابتسامه على قبلكم. المهم انتم معنا.
حنا رجعنا لكم عفسي التخسيخه. مهم حنا دابا راه وقفنا في باحه الاستراحه قريبه لمراكش، بقات 30 كيلومتر لمراكش. عيتي احمد، احمد اصلا مريض صراحه، بجوجنا مرض. الحمد لله. انا النهار صبحت مروحه، واحمد اصلا ضره كرشو بسبب اكل الشط. المهم عفس النهار صعيب اليوم، في المرض وفي الوداع، ولكن الحمد لله ربنا بيغفر لنا الذنوب. المهم كيف ما كتشوفوا حنايا دابا وقفنا في هذه الباحه ديال الاستراحه، غادي نرتاح واحد الشويه ونكملوا الطريق ديالنا. عايز اقول لهم ان الواحد كان عايز يكون معاكم نشيط في هذه الرحله احمد عيان، ولكن حصل اكثر من حاجه اليوم، فالواحد ما اعرفش يعني شويه ما عندوش الخاطر، ولكن الحمد لله. ضروري اول ما نطلع لكم على الشاشه ضروري الواحد يبتسم لكم، لان انتوا تستاهلوا بصراحه يعني. واسمحوا لنا لو مش عارفين نهضر، و رحله سعيده بقى، و الجايات اكتر من رايحات، و فيك المغرب اكيد 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 اكيد. انت ما بغيتيش تجلس؟ ها انت ما بغيتيش تجلس؟ والله ما كرهتش، ولكن الحياه يعني الواحد مش بايده ياخد القرار في اكتر من حاجه. فعلا هذه هي سنه الحياه. المهم الناس بعد مرات كيشوفونا مثلا مغربيه مزوجه مصري، ومني كتم غدا سميتو راجعه لمصر كيقولوا ليها كيسحب لهم واش راه راجعه للعذاب، راجعه للنار، ما لقيه ما تاكل تما، راه هذاك هو السبب ديال انها كتشكي. وتنوح خلال واحد التصويره كنت شاكتها معكم في المنتدى لقيت واحد الهجوم. ماشي مشكل، غير بغيت نوضح انه حنا ملي كنكونوا راجعين للبلاد اللي حنا عايشين فيها وكنبداو نبكيو وكنتاثروا، هذا على قبل كنخليو الوالدين ديالنا، على قبل كنخليو واحد البلاصه اللي حنا كبرنا وعشنا فيها. الا مشيتي كاع لمصر، كون كنت انايا كنمشي لمصر عطله ومستقره في المغرب، فاش غادي نرجع للمغرب غادي نخلي تما عاوتاني حماتي والويساتي، غادي نبكي وغادي ما نسخاش بهم. راه ملي كنت جايه ياك احمد بكيت، ملي كنت كنسلم على حماتي بكيت ملي خليتها. في نفس الشيء دابا عاوتاني ملي كنجي نخلي المغرب كنبكي وكنتاثر. هذا لا يعني انني غدا العذاب ولا الحياه تما كحله ولا كيف ما الناس كيتصوروا. شوف انا اقول لك على واحد حاجه، في كل مكان فيه الحلو وفي الوحش، لكن احنا بنحاول نخطف الحلو من الحياه. بس انا ممكن اكون زعلان اللي انا سايب المغرب، ولكن في نفس الوقت فرحان اللي انا راجع لبلدي وراجع لاهلي وراجع لاصدقائي واحبابي وكل الكلام ده كله. المشاعر بتختلط، ولكن الواحد يعني انا لو مشيت في اي بلد مثلا على حساب الرياضه يبقى في الحال، حتى لو واحد افريقي واحد اجنبي واحد ايا كان بيبقى في الحال، بحيث عمل من الزين والارض اللي انا هبطت عليها ما شفتش فيها غير كل خير وكل طيب وبس، وهي دي طبيعه الحياه. المره دي حتى طبيعه البشر، احنا انسان كنولفوا فين ما مشينا كنولفوا. المره دي احنا في المغرب، راجعين لمصر، الله اعلم بعد شويه ولا العام القادم الله اعلم ممكن نكون فين. انا بصراحه كان موتو كان ابغي ان انا نلف كل البلاد، وربنا سبحانه وتعالى الواحد يقويه ويعطيه الصحه ويرزقه ويلف البلاد، لان الواحد اصلا مش واخد معاه اي حاجه ولا هيهز معاه اي حاجه غير الكلمه الطيبه وغير الوجه الحسن وغير المحبه. والمحبه اللي احنا بنشوفها من الفانز ديالنا هي دي بالدنيا بالنسبه لي وما فيها بصراحه. صح عندك الحق، بتبقى زعلانه عشان بتسيب احبابها واهلها والوطن اللي اتخلقت فيه والكلام ده كله، لكن الحمد لله هذه هي سنه الحياه. يعني الهم الهم منين ما بتمشي اي مكان بتبكي عليه. الهم لو عاشت في الصحراء بتبقى عزيزه عليها، بس انا كنولف وما بتعنيش البكاء ولا ان هي ناقصها حاجه ولا بتاع، لان الحمد لله
إلهام عندها الرضا وعندها وعندي التحميد أحمد. وعندها أحمد، وأنا كذلك، أنا عندي الرضا وعندي، أنا أكون سعيد وفرحان. عندكش إله؟ حتى ما حتى معايا إلهام، شفتوا أنا عندي قلت لي عندي إلهام أحمد وما قلتش عنده إله. بس. ف يعني قابلنا ناس من كندا، وقابلنا ناس من هولندا، وقابلنا ناس من ساكنين في بلاد بره، والواحد ما كرهش يكون موجود في كل بلاصة. وانا مش عارف اقول، يعني الكلام هربان مني، ولكن بحب اشكر كل الناس اللي قابلونا، اللي في كندا وفي بلجيكا وفي هولندا وفي المغرب وفي مصر وكل الوطن العربي. تلاقينا بزاف ديال المتابعين ديالنا في من بزاف ديال البلايص، يعني ماشي غير الناس اللي ساكنين في اكادير، تلاقينا ناس من برا المغرب ومن مدن اخرى من المغرب. كنوجه لهم تحيه وكنوجه لكم تحيه حتى نتوما اللي ما شفتكمش، وكنتمنى شي نهار نشوفكم كاملين. وبس، وهذا ما كان على راي المغاربه. اوعى تروحوا في اي حته وانتظرونا في فيديو جديد، ومره نكون نشطين ومره نكون مقلقين ومره نكون هكاك، الحياه. احنا كنشاركوا معكم الاحاسيس ديالنا بجميع الانواع ديالها، سواء فرحانين سواء حزنين. واخا انا كنحرص ان في القناه ديالي دائما تكون طاقه ايجابيه، ولكن كيف ما كتعرفوا احنا بشر، ماشي دائما كنكونوا اقوياء، ماشي دائما كنكونوا فرحانين، ضروري كيجي واحد الوقت اللي كنكونوا حزينين. وحنا حيت كنبغيكم كنشاركوا معكم كاع اللحظات ديالنا. المهم دابا غادي نرتاح واحد شويه، احمد يمشي يصلي وكملوا الطريق ديالنا. ما عادش الفيديو الا بان ليا خاوي ما فيه حتى شي حاجه، لحقاش ما كاينش ديزاكتيفيتي في الفيديو. يا بان ليا خاوي غادي نزيد معاه حتى اليوم اللي غادي يكون فيه البي سي ار. المهم انا غادي نشوف، يقدر ننهي معكم الفيديو في نفس النهار، نقدر نخليه حتى لثاني يوم. المهم ما سخيتش بكم، كنهضر معكم ما سخيتش بكم، سمحوا لينا الا بكيناكم الا قلقناكم. انا الصراحه راه شاده، راه شاده راسي، ما بغيتش نبكي غير على قبل ماما، حتى كنلقى راسي بوحديتي عاد كيطيحوا الدماعات ديالي، وكنقوي راسي على قبل ماما. ولكن انا في المطار ما يمكن لياش نحبس الدموع ديالي، انا عارفه راسي. ما تبكوش، بحيث احنا كنقلبوا على المواجع، بنطلع علشان نضحككم ونبسطكم. ايوه هي دي الابتسامه اللي انا عايزها منكم. يلا خليكم معنا. اوكي.